السلام عليكم البنات، دايرين بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا غنوجد واحد المكله للقطوط ديالي، واحد البطاطا ونص كاس ديال الرز، غنديرهم يتسلقوا بلا ملح. هاهما ملي تسلقوا، المهم هنايا غناخذ واحد القدر غادي نمعسو هكايا حي وديك البطاطا والرز، هذاك غير الرز عادي. نشتغل معكم مزيان، هاد الماكلة ديال البيت كتكون مفيدة للقطوط. هداك الباقي اللي بقى ليا في الكسرونة غادي نديرو في واحد الإناء وغنخليه جانبا، حيت هاديك وحدك لي درت، هدا قدر لي درت غيكفيني لجوج ليومين، يعني جوج وجبات. وهنا غنضيف ليه واحد أي نوع من الباتي، أي نوع لي نتوما متوفر عندكم ولا تقدرو تشريوه. هنا أنا هدا رخيص غير بعشرة دراهم، مغاليش. غادي نهز منه واحد القدر، تقريبا معلقة ونص كما شفتو. تقدروا تشريو هذا، تقدروا تشريو شي ماركه اخرى، ولا تقدروا ديروا غير بواط ديال السردين لي سردين لي اون بواط لي غير بالزيت ما يكونش فيهم الحار، ولا تقدروا تسلقوا واحد شويه ديال الدجاج ديروه مع البطاطا يتسق معاك بحال الكبيده مثلا، ديك الكبيده ديال الدجاج. هنا كما كتشوفوا انا غنمعسو مزيان، وحيت القطوط دابا ولاو كياكلو ما بقاش كيحفيهم كيكفيهم الحليب ديال ماما، ما بقاش كيقدو غير يرضعو، كيجيهم الجوع. هنا هو من بعد ما معستو، هنا انا هنايا درت غير الغطاء ديال واحد الحك ديال حليب بودرة، هو هذا اللي درت. غنحط فيه هاد الباتي، هاد البطاطا والرز والباتي، وغنديه للقطيبطات ديالي ياكلوه. ولكن قبل غادي ندير السلوفان على داك الرز وديك البطاطا وغنغطيه ونحتفظ به في الثلاجه. حتى غدا ونعاود ندير لهم نفس سميتو نفس القدر، غنخلط لهم ثاني واحد شويه مع الباتي. يقدر يكفي يومين، يقدر يكفي 3 ايام على حسب. غنغطي حتى الباتي مزيان هكا بالسلوفان وغنحتفظ به في الثلاجه هكا باش ما يفسدش. هانتوما القطيوطات ديالي، شتيهم كيعجبتهم الماكله كياكلو. وهنا بالطبع لا ما غاديش يكملوا، غادي يشيط لهم، وملي غيشيط انا غادي نجمعو، غادي نحطو لهم في شي اناء وغنغطيه وغنخلي لهم في الثلاجه. الا جاهم الجوع نعاود نجبدو لهم غير واحد نص ساعه قبل ونعطيه ليهم. دابا الحال دا سخون باش ما توليش فيه الريحه وما يعمرش بالبكتيريا يضرهم في مصارنا ولا شي حاجه، حيت حتى هما الحاجه اللي ولفوا، الا ولفوا كياكلوا الحاجه نقيه وكلوا شي حاجه ما نقياش كيمرضوا. هادشي اللي كاين، وديما البنات حطوا معاهم الماء.